الميليشيات المدعومة إيرانياً تستولي على عشرات المنازل في دير الزور. المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى يرفض انضمام أطفال الإيزيديات المغتصبات إلى الطائفة. قوات نظام تقصف بالمدفعية مخيماً قرب نقطة المراقبة التركية في شرم غاربري في حماة الغربي. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من قناة حلب اليوم. قالت شبكة دير الزور 24 إن الميليشيات المدعومة من إيران استولت خلال الأيام الماضية على عدد من منازل المدنيين في محافظة دير الزور. وفق الشبكة فإن الميليشيات قامت بحملة واسعة تركزت على المدن الكبيرة في دير الزور كمركز المدينة ومدينتي الميادين والبوكمال وبعض المقرات الأمنية المهجورة والمديريات الحكومية. بالرغم من إعلان الإدارة الأمريكية محاربة النفوذ الإيراني في سوريا، إلا أن إيران ما تزال تتوسع في مناطق تواجد ميليشياتها وفق ما يفرضه عليها الواقع. شبكة دير الزور 24 أفادت باستيلاء الميليشيات المدعومة من إيران خلال الأيام الماضية على عدد من منازل المدنيين في دير الزور. الحرس الجمهوري التابع للنظام ساعد ميليشيات حزب الله اللبناني بالاستيلاء على عشرات المنازل المهجورة في منطقة شارع النهر، بالإضافة لعدد من المنازل في حي العرضي وشارع بورسعيد. التوسع في مركز المدينة وصل إلى الريف عقب سيطرة الميليشيات المدعومة من إيران على عدد من المنازل في منطقة الكورنيش بمدينة الميادين، إضافة لسيطرتها على مبنى التنمية الريفية ومبنى مؤسسة الإسمنت. مدينة البوكمال نالت نصيبها من حملة الميليشيات الإيرانية. الحرس الثوري وميليشيا حركة النجباء سيطرا على منازل في حي طويبة وأخرى بجانب المربع الأمني وبحي الجمعيات المحتل بشكل شبه كامل من قبل إيران وفق شبكة دير الزور 24. تغلغل الميليشيات في منازل المدنيين يقابله إخلاء للمقرات العسكرية باتجاه النقاط التابعة لها في باديتي الميادين والبوكمال، وذلك عقب تحليق طائرات مجهولة المصدر فوق دير الزور وريفها دون تنفيذها أي غارة. وفي وقت تجاهر فيه أمريكا بمحاربتها للنفوذ الإيراني في سوريا، تتوسع إيران عسكرياً من خلال بيوت المدنيين، فكيف سيكون الرد الأمريكي؟ ومعنا من واشنطن مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن السيد نزار حيدر، وأيضا من الحدود السورية التركية الصحفي في شبكة فرات بوست صهيب الجابر. أرحب بكما، والبداية معك صهيب، هل لديكم أي إحصائية عن عدد المنازل المصادرة من قبل إيران في محافظة دير الزور؟ بداية أحييكم والسادة مشاهدي حلب اليوم. طبعا لا يوجد إحصائية لعدد المنازل التي استولت عليها الميليشيات الإيرانية في محافظة دير الزور، لسبب بسيط أن جميع المناطق التي سيطرت عليها هذه الميليشيات منذ العام 2017، منذ بداية 2017 وحتى اللحظة حتى اليوم، جميع هذه المناطق صودرت فيها منازل المدنيين يعني بشكل عشوائي وبشكل يعني سهل جدا يسهله نظام الأسد بقوانين وتشريعات، يعني آخرها كان المرسوم التشريعي وأيضا المخطط التنظيمي والقانون رقم 10 الذي يعني يوجب على أي مدني العودة إلى مناطق نفوذ نظام الأسد وتثبيت ملكية هذا العقار. وبالتالي طبعا أكثر من ثلثي سكان محافظة دير الزور الذين يبلغ تعدادهم بحسب آخر إحصائية في العام 2011 حوالي مليون شخص، مليون نسمة، أكثر من الثلثين لن يستطيعوا بالطبع يعني العودة إلى مناطق نفوذ هذه الميليشيات. طيب يعني صهيب، ما المقصود بالسيطرة؟ أنت تقول يعني الميليشيات تسيطر، ما المقصود بكلمة سيطرة؟ طبعا المناطق التي سيطرت عليها في غرب الفرات الممتدة من مناطق أعياش والبغيلية في الريف الغربي في ضفة الشامية، الضفة الغربية للفرات،
وصولا إلى الحدود السورية العراقية ومنطقة القائم والسواعية والبوكمال نعم، الميادين العشار طيب. القورية، جميع هذه المناطق تتعرض لمحاولات تغيير ديموغرافي، الاستيلاء طيب، على إذن المنازل أنت وتوطين. تقول أن هناك حالات استيلاء على المنازل وأيضا تغيير ديموغرافي، بالانتقال هذا إلى جزء بسيط من السيد، الانتهاكات. نعم، زي نزار حيدر. لماذا تسعى إيران للسيطرة على منازل المدنيين، يعني وخاصة في الميادين والبوكمال؟ شكرا جزيلا، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. أنا حقيقة لست على اطلاع بما يجري هناك على الأرض، بس حسب معلوماتي وحسب علمي وتحليلي فإن طهران هي الشريك الاستراتيجي لدمشق في الحرب على الإرهاب، ولذلك فإنها تتحرك في أي ولكن من مكان تبقى في في الميادين والبوكمال هم مدنيون، يعني الآن يتم السيطرة على منازلهم. يعني كما قلت أنا لا أعرف بالضبط ماذا يجري هناك، لأنه حقيقة يعني مثلا احنا عندنا تجربتنا في العراق وأنا شاهدت هذا الشيء بيوم عيني، الإرهابيون كانوا يتخذون من منازل المدنيين ومن المستشفيات ومن حتى من محلات يعني المحلات التجارية التابعة للمدنيين، كانوا طيب، يتخذون منها قواعد نعم، أتأكد لحربهم مثلا سيد على صهيب، الدولة في هل بالفعل العراق. أنه ولذلك ما لا تتم يمكن لي أن أحكم مصادرة بالضبط بيوتهم ماذا هم كانت إرهابيون؟ هذه بالفعل بيوت مدنيين أو أنها إذا تسمحون لي بتعليق بسيط، خنادق للإرهابيين. تفضل. إذا تسمحون لي بتعليق بسيط، يعني لربما ضيفكم يتحدث بتحليل وهو قال بنفسه أنه غير مطلع على ما يجري الآن في المنطقة، ولكن نحن وثقنا أسماء يعني كثيرة حتى وصلنا إلى مرحلة لم نعد قادرين على توثيق الأسماء. أكثر من ثلثي سكان محافظة دير زور تم الاستيلاء على ممتلكاتهم، وأنا أحدهم، يعني تم الاستيلاء على ممتلكات كثيرة في هذه المحافظة ومنحها لأفراد الميليشيات. بالنسبة للحديث عن نقطة أن الإرهابيون يعني كانوا يحتمون بمنازل المدنيين وهذا هو السبب أو المبرر للميليشيات، فعن أي إرهاب نحن نتحدث اليوم بعد انتهاء تنظيم داعش؟ عن أي إرهاب نتحدث بعد اتفاقيات أجريت بين حركة النجباء العراقية والحشد الشعبي العراقي والحرس الثوري الإيراني ونظام الأسد وجميع الأطراف وداعش من جهة أخرى؟ يعني هذه اتفاقيات واضحة إذن اليوم سيد يعني نزار، يعني لا يوجد، تكشفت للإعلام. نعم لا يوجد إرهابيين في دير الزور بحسب ما قاله صهيب، هربوهم جماعة ما النظام، المبرر هربهم داعش من يعني، والآن السيطرة على، سمحوا بتوجههم إلى البادية. نعم تفضل سيد نزار، ما يعني المبرر من السيطرة على يعني المنازل؟ نعم يعني مع احترامي للمتحدث الكريم، لكنني لا يمكنني أن أعتمد على معلوماته أو على توثيقه كما قال، لأنه قد يكون هو جزء هذا من توثيق منظمات دولية جزء من عفوا، يعني ليس التنظيمات توثيقي انا، الإرهابية على منظمات سبيل دولية الفرض، أو وثقتهم أنه ضمنها هيومن رايتس ووتش وضمن أو أن الامم له المتحدة. موقفا مثلا نعم، من اذا هو واثق من الدولة السورية. توثيقاته. ولهذا السبب أقول يعني لا يمكن لي ولا لغيري حتى أن يعتمد على مثل هذه المعلومات لا ابدا، التي هي قد توثيق تكون من مثلا منظمات كاذبة، دولية، قد تكون توثيق من منظمات مغرضة، دولية وهذا وتوقيفها. ما كنا نراه. يعني عندما يخرج مثلا كان الإرهابيون عندما يخرجون على الفضائيات يعني خاصة من قيادات داعش كانوا يتحدثون لنا الإرهابيون باسم يخرجون الله على وباسم الفضائيات من القرآن داعش، كيف حدثت هذه وباسم يعني؟ رسول الله وباسم موائد الغداء في طيب، الجنة، نعم. لكنهم كانوا يمارسون الإرهاب ويمارسون القتل طيب والتدمير بشكل عام والتحريض سيد وإدارة نزار حيدر، يخرج من داعش عبر نعم الفضائيات، يعني ماذا سيد تقصد بهذه الكلمة؟ سيد نزار حيدر، يعني هل الوجود الإيراني شرعي في ريف دير الزور؟ ما هي مبررات وجوده؟ أي وجود عسكري أجنبي بموافقة الدولة السورية فهو شرعي، أي سلاح موجود في سوريا بغير موافقة الدولة السورية طيب، أي فهو غير جيش شرعي. خامس عشر نعم وعشرين يعني دخل إلى سوريا، صهيب أي جيش بعشر ثواني كيف روحوا تعلق تحية على كلام تحية الأستاذ صحيح يعني نزار؟ هؤلاء يعني اليوم موافقة الدولة أعطيني السورية بتقي ما تقول؟ خليني أوضح الفكرة. يعني
هل أوضح فقط الوقت الفكرة؟ ولكن الوقت لا يسمح يعني سيد نزار. إذا لا يسمح فلماذا يعني استضفتوني؟ يعني قمنا بتوزيع الأسئلة بالتوازي عليك وعلى سيد سهيل. لم أكمل أي فكرة، لم أكمل أي حديث، يعني كل أحاديثي قطعت وكأنها يعني هناك الوقت لا يسعنا بنهاية، يعني لا حتى نرضي الطرفين دائما. أريد أن أشكركما جزيل الشكر. نعم، كل الشكر لكما ضيفي من واشنطن، مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن السيد نزار حيدر، أشكرك جزيل الشكر، وأيضا من الحدود السورية تركيا صحفي في شبكة فرات بوست صهيب الجابر. نبقى في دير زور، إذ يشهد ريف دير زور الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية احتجاجات شعبية ضد ممارسات قسد وسوء الأوضاع الخدمية، بالإضافة لارتفاع أسعار المحروقات. تتسع دائرة الاحتجاجات الشعبية في ريف دير زور الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية لتشمل قرى وبلدات جديدة. شبكة دير زور 24 أفادت بخروج الأهالي في بلدة الطيانة بريف دير زور الشرقي بمظاهرة ضد قسد لترد عليهم عناصر قسد بإطلاق الرصاص العشوائي. شعارات متعددة رفعها المتظاهرون في بلدة الطيانة بحسب شبكة دير زور 24 تضمنت انتقادات لقسد بالتركيز في اعتقالاتها على العرب، كما تحدثت عن سوء الواقع المعيشي فيها، فكان من اللافتات عبارة الوضع المعيشي لا كهرباء ولا ماء ولا زراعة ولا دواء. ضمان شبكة فرات بوست كشفت عن خروج مظاهرات في قرى ماشخ وضمان والنملية وطيب الفال في ريف دير زور الشمالي، بالإضافة إلى مظاهرات مماثلة في كل من مدينة البصيرة وبلدة شنان في ريف دير زور الشرقي، حيث ندد المتظاهرون بسياسات انعدام الخدمات من قبل قسد. الاحتجاجات الشعبية في ريف دير زور كانت قد اندلعت منذ أيام، وجاءت أيضا احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية واحتكار النفط من قبل قوات سوريا الديمقراطية والشركات التي تتعامل معها. رفض المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى في العراق انضمام أطفال الإيزيديات المغتصبات على أيدي عناصر من تنظيم الدولة إلى الطائفة الإيزيدية التي تنتشر خصوصا في شمال العراق. ناجيات إيزيديات ضحايا سبي تنظيم الدولة في مواجهة فتوى المجلس الروحاني الإيزيدي الأعلى في العراق، فتوى ترفض انضمام أطفالهن من مقاتلي تنظيم الدولة إلى الطائفة. تراجع المجلس عن فتوى بقبول جميع الناجين من قبضة تنظيم الدولة واعتبار ما تعرضوا له خارجاً عن إرادتهم أحدث شرخاً متسعاً في الوسط الإيزيدي، مع إعلان المجلس أن القبول لا يشمل الأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب بل فقط المولودون من أبوين إيزيديين. إعلان المجلس ربما سيضع الأمهات بين خياري التخلي عن معتقدهن الديني أو التخلي عن أطفالهن، وهو ما تجلى في الخشية من أن يدفعها ذلك إلى إخفاء هويتها والتواري في المخيمات مع نساء متبنيات لفكر التنظيم، وربما يصل الأمر إلى حرمانها من العودة إلى أواسط ذويها خشية أن لا يتقبل المجتمع أطفالها، وفق ما عبرت عنه الكاتبة الإيزيدية سلوى إلياس. بعض القصص الواردة من مخيمات الخارجين من آخر معاقل التنظيم في الباغوز أفادت بترك بعض الإيزيديات أبنائهن المولودين إبان حكم التنظيم لدى نساء أخريات في المخيم أو تسليمهم لدور أيتام في العراق والعودة إلى مناطقهن في الموصل، إذ أن الأعراف الإيزيدية ترفض الاعتراف بطفل أبواه من خارج الطائفة فيما لم تسجل السلطات العراقية هؤلاء الأطفال في سجلاتها، كما يقضي القانون في العراق بتسجيل المواليد مجهولي النسب مسلمين، وهو ما يشكل تحديا آخر أمام الأمهات وفق ما أوردته قناة فرنس 24.
شخصيات إيزيدية منها النائبة العراقية السابقة فيان الدخيل أطلقوا دعوات لقبول الناجيات والأطفال وإعادة توطينهم في دول أوروبية بغية إخضاعهم لبرامج إعادة تأهيل. ظهر زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي للمرة الأولى منذ 5 سنوات في فيديو دعائي نشره التنظيم عبر قنواته على تطبيق تليجرام. وفي الفيديو الذي يحمل عنوان في ضيافة أمير المؤمنين، يظهر البغدادي مفترشا الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم وليس واضحا تاريخ تصوير الفيديو. غير أن البغدادي يقول في بدايته إن معركة البغوث انتهت، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سوريا قبل ما يقارب الشهر. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. النظام يقصف مخيما للنازحين قرب نقطة المراقبة التركية بريف حماة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. قتل مدنيان وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي لقوات النظام طال مخيما للنازحين قرب نقطة المراقبة التركية في ريف حماة. وأفاد مراسل حلب اليوم إن إحدى قذائف المدفعية الصادرة من قوات النظام سقطت على بعد أمتار من المدخل الرئيسي لنقطة المراقبة التركية في قرية شيرمغار غرب مدينة حماة، ما أسفر عن وقوع إصابات بين نازحين يقطنون بالقرب من نقطة المراقبة التركية. قوات النظام استهدفت منذ قليل بقذائف مدفعية قرية شير المغار المتاخمة للنقطة التركية. نشاهد الآن خلفي تماما مئات النازحين الذين أتوا إلى قرية شير المغار يلتجئون إلى النقطة التركية، إلى سواتر النقطة التركية، كون القرية والذين يبعدون أكثر من 200 متر ليسوا بأمان. نشاهد خلفي تماما حركة النزوح. إذن استهدفت ميليشيا النظام قرية شير المغار التي تبعد على نقطة أكثر من 20 متر أو أقل من 20 متر، استهدف مباشرة بقذائف مدفعية. يوجد جرحى في صفوف المدنيين، اتجهت فرق الدفاع المدني وسيارة الإسعاف إلى مكان التنفيذ. هذا ويواصل الطيران الروسي ومدفعية النظام قصفهما لقرى وبلدات ريف حماة الغربي والشمالي وريف إدلب الجنوبي، في وقت أعلنت فيه مديرية صحة حماة الحرة خروج مشفى 111 التخصصي في بلدة قلعة المضيق عن الخدمة نتيجة تعرضه لغارات من طائرات حربية روسية، كما أعلنت وزارة التربية تعليق العمل في دوام المدارس. هي حمام القذائف تتساقط على قلعة المضيق بريف حماة الغربي بعد موجة من الصواريخ الارتجاجية التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح، وموجة نزوح هي الأكبر في المنطقة منذ سنوات. في قلعة المضيق عم يضربنا الروسي بالصواريخ الارتجاجية الفراغية،
خرب الدنيا في قلعة، يعني ضربنا من كل الجهات، فوق عم يضربنا الطيران، عم يضربونا من الحواجز من النحل ومن الكريم ومستقيل بي، من كل الحواجز ضربونا، وصار في جرحى كتير، وصار عنا شهداء، صار عنا كذا جريح وكذا شهيد. الأراضي الزراعية بالقرب من نقطة المراقبة التركية في شير مغار كانت مقصد الأهالي في رحلة نزوحهم باعتبارها أكثر أمناً. مئات العائلات هنا دون أي خدمات أساسية أو حتى خيام تؤويهم. قصف مستمر وما زال مستمر لحد هذه اللحظة، وتتدخل الطيران الروسي منذ أسبوع بقصف وراح شهداء، عدد كثير من الشهداء، ونزحنا إلى جوار هذه النقطة التركية كونها منطقة آمنة، ولقرب هذه المسافة لكون الأخوة ما عندهم سيولة نقدية يطلعوا المكانات الثانية، وفي كل خيمة يوجد أكثر من 3-4 أسر في كل خيمة، الروح على الروح. بعض المنظمات الإغاثية والجمعيات الخيرية أطلقت حملة طارئة لإغاثة المدنيين ما أمكن في محاولة لاحتواء الكارثة الإنسانية. توافد إلينا العدد الكبير من العوائل، وصل عدد العوائل المتجهين إلى قرى جبل شحشب ما يقارب 1200 عائلة في النقطة القريبة من النقطة التركية في قرية شير مغار، وصل العدد حتى هذا اليوم إلى 570 عائلة، أغلبهم من قرى سهل الغاب وقلعة المضيق وقرى جبل شحشب الجنوبي. منذ نهاية شباط فبراير صعد الروس وقوات النظام قصفهم وغاراتهم على ريفي حما الغربي والشمالي بالإضافة إلى إدلب الجنوبي، ليبقى التساؤل المطروح عن الضامنين ودورهم الحقيقي في اتفاق سوتشي. هذا وقتل أكثر من 10 عناصر من قوات النظام بعملية عسكرية لهيئة تحرير الشام غربية حما، وأوضحت وكالة باء التابعة لتحرير الشام أن 13 عنصرا من قوات النظام قتلوا جراء هجوم ما يسمى جيش أبو بكر الصديق على نقاط قوات النظام في حاجز الآثار شرق بلدة قلعة المضيق. ونوهت الوكالة إلى أن العملية تأتي في سياق سلسلة عمليات تحرير الشام تحت مسمى ويشفي صدور قوم مؤمنين ضد مواقع قوات النظام وميليشياته. ومعنا عبد الرزاق صبيح مراسل قناة حلب اليوم من ريف حماء الشمالي، وأيضا خلف جمعة مراسلنا من ريف إدلب. أرحب بكما، والبداية مع خلف، تفاصيل القصف على المخيم بقرب النقطة التركية ما هي؟ نعم، هذا المخيم يوي نازحين من ريف حماء الغربي وريف حماء الشمالي. لجأت أكثر من 500 عائلة إلى محيط النقطة التركية خوفا من القصف، وهربوا من تجدد القصف على قرى وبلدات ريف حماء. اليوم قامت قوات النظام باستهداف المخيم بشكل مباشر بمحيط النقطة التركية على مسافة أمتار من سواتر النقطة التركية. تسبب القصف بمقتل مدنيين، أحدهما طفل، وإصابة عشرات المدنيين. أيضا قام السكان بالنزوح بعيدا عن النقطة التركية كونها أصبحت منطقة غير أمنة. هل هناك أي رد من قبل النقطة التركية خلف؟ لم يكن الأتراك النقطة التركية لم تبادر بأي رد تجاه مصادر النيران من قبل قوات النظام، بل شرعت بإبعاد المدنيين أثناء محاولتهم الاقتراب أكثر من النقطة التركية هربا من استهداف نقاط المدنية من قبل قوات النظام المتمركزة في حادث الكباري. نعم سيد عفوا عبد الرزاق، يعني خروج مشفى قلعة المضيق عن الخدمة، ماذا لديك من تفاصيل؟ نعم، استهدفت طائرات جوية روسية بالقنابل الارتجاجية شديدة الانفجار مشفى النسائية والأطفال في مدينة قلعة المضيق بريف حماء الغربي، وتسببت بأضرار كبيرة في هذا المشفى وخروجه عن الخدمة بشكل كامل. في الحقيقة أيضا كان هناك استهداف لمشفى اللطامنة بريف حماء الشمالي بغارات جوية روسية، وأيضا تسببت بدمار كبير فيه وأخرجته عن الخدمة بشكل كامل، وهو المشفى الوحيد في ريف حماء الشمالي. نعم. تفاصيل عملية هيئة تحرير الشام عبد الرزاق ضد قوات النظام في قلعة المضيق ماذا لديك؟ نعم، حال أعلنت هيئة تحرير الشام عن تنفيذ عملية لها في حاجز الأثر القريب من مدينة قلعة المضيق في ريف حماء الغربي، وقالت بأنها قتلت 13 عنصرا لقوات النظام أثناء الاشتباكات مع العناصر في تلك المنطقة. وأيضا كان اليوم قصف لمواقع النظام في شطحة وفي إسقلبية وفي مواقع أخرى.
طيب بالعودة إليك خلف، هل تم إنشاء أماكن إيواء للأشخاص النازحين بسبب القصف؟ تحديدا لايواء النازحين من ريف حماه الغربي والشمال وادلب الجنوبي، انما كانت استجابه من بعض المنظمات والجمعيات الانسانيه لتقديم مساعده اوليه لبعض النازحين في مناطق جبل شحشبه ومناطق ريف ادلب الغربي في سهل الروج. الان لا يوجد اتساع لعدد النازحين الكبير في مخيمات الشمال، ولا يوجد استجابه قويه كافيه لاضافه مخيمات جديده لاستيعاب اعداد النازحين القادمه من ريف حماه الشمالي والغربي بحسب ذكر المنظمات الانسانيه. نعم، مراسلنا خلف جمعه كنت معنا من ريف ادلب، وايضا مراسلنا عبد الرزاق صبيح كنت معنا من ريف حماه، اشكركما جزيل الشكر. إلى ذلك، نفذت هيئة تحرير الشام حكم الإعدام بحق شخصين بتهمة التعامل مع نظام الأسد. وذكرت وكالة باء التابعة للهيئة إنه تم تنفيذ حد القتل بحق العقيد أحمد إبراهيم اليوسف والمتهم بالتعامل مع استخبارات العامة التابعة للنظام، ولؤي غريبو المتهم بتعامله مع قوات النظام المتواجدة في معسكر جورين بريف حماة. إلى جنوب سوري، لقي شاب مدني حتفه إثر تعرضه لإطلاق نار أمام منزله في محافظة السويداء. وقال مراسل حلب اليوم إن الشاب دانيال قرعونة فارق الحياة في المشفى الوطني بالسويداء متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين. قال موقع عن البلدي إن قوات مدعومة من روسيا داهمت مقرات لميليشيا حزب الله اللبناني في الريف الشمالي لحمص. وبحسب الموقع، فإن الشرطة الروسية شكلت منذ يومين قوة في حمص من الأحياء الموالية للنظام ومن مدينة تلبيسة بقيادة قائد فصيل جيش التوحيد السابق منهل الصلوح. وبحسب موقع عن البلدي، فإن القوة المشكلة داهمت قرى في ريف حمص بينها الكم والمختارية والنجمة، وأجبرت التشكيلات العسكرية العاملة فيها على إخلاء مقرات لميليشيا حزب الله من المنطقة بشكل كامل. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفصل. مسيحيو الشرق يواصلون احتفالاتهم بعيد الفصح المجيد. أهلا بكم مشاهدينا. نفت هيئة التفاوض السورية ما صرح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول اعتراف المعارضة بأن نظام الأسد انتصر. وقالت الهيئة إنها ترى أن النظام يعيش أسوأ حالته ومعالم هزيمته وفقدانه للسيطرة غير خافية على أحد، مضيفة أن النظام يضطر لبيع وتأجير معظم موارد الاقتصاد السوري، وأشارت إلى عدم قدرة النظام على خوض معركة واحدة دون مساعدة سلاح الجو الروسي والميليشيات.
نشرت هيئة الإذاعة الدنماركية تحقيقاً كشفت فيه تورط شركة دنماركية بتوريد الوقود إلى طائرات الحربية التابعة لنظام الأسد في سوريا على مدار عامين. وبحسب التحقيق فإن الشركة تلعب دوراً رئيسياً في قضية تتعلق بالإمدادات غير القانونية لما يقل عن 30,000 طن متري من وقود الطائرات الحرب في سوريا. وقالت الإذاعة إن التحقيق يستند إلى سجلات المحكمة الأمريكية والمعلومات السرية التي تمتلكها السلطات الدنماركية. ضبطت السلطات التركية 82 مهاجرا بينهم سوريون في ولاية أيدن غرب البلاد أثناء محاولتهم العبور إلى خارج تركيا بطرق غير شرعية. وبحسب معلومات وكالة الأناضول يحمل المهاجرون الذين ألقي القبض عليهم الجنسيات السورية والفلسطينية، وسلمت قوات الأمن المهاجرين لمديرية الهجرة في الولاية. على صعيد داخلي، أفادت مواقع موالية لنظام الأسد بالعثور على جثة امرأة بريف دمشق. وأوضح موقع دمشق الآن الموالي أن قسم الأدلة الجنائية بفرع الأمن الجنائي التابع للنظام عثر على امرأة في منطقة الكسوة توفيت نتيجة أخذها جرعة مخدرة زائدة، حيث أكد الطبيب الشرعي أن حالة الوفاة هي نتيجة حقن المرأة نفسها بجرعة زائدة من مادة الهيروين في الوريد. أما في المناطق المحررة، يقدم مركز راجو الصحي الخدمات الطبية بشكل مجاني لأكثر من 300 مراجع يوميا من بلدة راجو والقرى المحيطة بها. بعد نزوحه من ريف حماة شرقي إلى منطقة عفرين شمال حلب، يدخل محمد القاسم مع ابنته الصغيرة إلى مركز راجو الصحي لتلقي الخدمات الطبية التي يقدمها المركز بشكل مجاني لجميع النازحين وأهالي مدينة راجو و63 قرية أخرى تابعة لها. جايب بنتي لهون، سجلت دور على ما حساسية، دخلت عند دكتور الطبيب وعطاني راشد دواها، وهلا رأي الهندسة اللي عم يعطونا مجاني بلاد مجانية وكل شيء، استفدنا منهم كثير نحن. وكنا من قبل كنا بنروح نحن على عفرين يعني تقريبا 70 كيلو، يعني بتأثر معنا الواسطات، ما في لنا لا واسطات ولا شيء. يوفر المركز الخدمات الطبية بمختلف الاختصاصات لنحو 300 مراجع يوميا، بالإضافة إلى قسم الإسعاف الذي يعمل على مدار الساعة، فضلا عن الأدوية التي تمنح بشكل مجاني أيضا، الأمر الذي يوفر على المدنيين مبالغ طائلة وعناء السفر ومشقته. خدماته على مدار الساعة بأقسام الداخلية العامة، الأسنان، القبالة النسائية، العيادة النسائية، بالإضافة لقسم الإسعاف على مدار الساعة، بالإضافة للصيدلية، وبالإضافة للمخبر. الخدمات موجهة لكافة السكان والقاطنين المتواجدين بناحية راجو. عشرات المشاريع الطبية افتتحتها المجالس المحلية في منطقة عفرين بدعم من السلطات التركية، وذلك بعد السيطرة عليها ضمن عملية غصن الزيتون العسكرية. بادر ناشطون في منظمة فسحة أمل بالتعاون مع المجلس المحلي في مدينة عزاز بتركيب لوحات طرقية تتضمن أسماء المحافظات السورية. دمشق وريفها هنا في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي، مشروع أطلقته منظمة فسحة أمل بالتعاون مع المجلس المحلي في المدينة لوضع لوحات ضوئية بأسماء المحافظات السورية 14 مقرونة بعلم الثورة السورية على الطريق الرئيسي. عزاز يعني تعداد السكاني فيها 150,000، والأخوة الوافدين بشكل تلتين المدينة. الفكرة كانت هي نشر أسماء هاي المحافظات على مدخل المدينة حتى يكون في نوع من التخفيف عن أخوتنا الوافدين لمعاناتهم، سواء بالتهجير اللي كانت أو نزوحهم لهي المناطق. الهدف من المبادرة بحسب القائمين عليها هو تعزيز إرادة العيش المشترك بين المهجرين وسكان المنطقة، كتأكيد على وحدة الشعب السوري وثورية جميع المدن السورية. الدمج المجتمعي أو الاندماج المجتمعي هو اليوم حالة جدا ضرورية،
لازم كمهجرين ومقيمين يتم التعارف ويتم الاجتماعات حتى يعني تزداد اللحمة بين هاي الناس. أشخاص من كل سوريا اللي كانوا موجودين معنا في المبادرة، بالأخير نحن طلعنا بهاي الفكرة اللي يعني نتمنى أنه تكون تعجب الناس. مئات الآلاف من المدنيين هجرهم نظام الأسد وحليفاه الروسي والإيراني إلى الشمال السوري من حمص، درعا، وريف دمشق وغيرها، وربما قد ترسم تلك اللوحات أملا بالعودة ولو بعد حين. يعيش مئات النازحين من ريف حلب الجنوبي في تجمعات عشوائية بريف إدلب الشرقي، ويعانون من سوء الأوضاع المعيشية وإهمال المنظمات الإنسانية. بعد ترميم بعض أجزائه أصبح هذا البناء المدمر بالقرب من بلدة النيرب شرق إدلب مسكنا لعشرات العائلات التي هربت من جحيم القصف المتواصل على ريف حلب الجنوبي دون توفر الخدمات أو أي مساعدات إنسانية. احنا نشي لله أول بعدي ونشي من اللجنات المختصة اللي تنظر بأمرنا. احنا صارنا 3 سنوات نازحين، بداية الأمر سمحونا سلمونا على مدة شهرين، وبعدها بعد المدة الشهرين انقطعنا خالص. بعض النازحين ممن بنوا خيامهم الخاصة واستقروا في هذا المكان يناشدون الجهات المعنية لتأمين المساعدات اللازمة لهم بتأمين الخدمات الأساسية كمياه الشرب والتخلص من مكب النفايات المجاور لخيامهم. النقص عام على كل المناطق وفي أسباب. السبب الأول هو ممكن يكون في تقصير من المنظمات، وثاني شيء الأعداد النازحين الكبير يعني متواجدة في النيرب، يعني أحيانا عم يفوق العدد عنا من فترة شهرين الإحصاء اللي كان عنا 1600 عائلة نازحة، ونحن السلة المقدمة شهريا كانت 283 حصة. بين تقصير المنظمات وصعوبة العيش في خيمة أو بناء مدمر تستمر معاناتهم ومناشداتهم، علها تجد آذانا صاغية لدى الجهات المسؤولة لتمد يد العون لهم. حالهم كحال آلاف السوريين في مخيمات النزوح. لا تختلف ظروف الحياة كثيرا بين السكن في خيمة أو منزل مدمر، فمعاناة النزوح ما زالت مستمرة خاصة في ظل غياب جهود المنظمات الإنسانية. خلف جمعة، قناة حلب اليوم، ريف إدلب. في الشرق السوري يحتفل مسيحيو الحسكة في عيد الفصح المجيد والذي يعرف بعيد القيامة، ويمارسون طقوسهم الدينية في الكنائس. يحتفل مسيحيو الكنيسة الشرقية السريان الأرثوذكس في مدينة القامشلي بريف الحسكة بعيد الفصح المجيد والذي يعرف بعيد القيامة. هالسنة العيد يختلف طبعا عن الأعياد الماضية باعتبار الأجواء صارت شوية آمنة أكثر، وشعبنا السرياني كل سنة يعني يحتفل بعيد الفصح المجيد في هذه الفترة، والشعب هالسنة كثير مبسوط لأنه صار مشاركة شعبية وجميع طوائف المجتمع عم يشاركنا بهالعيد هذا، ونحن كثير مبسوطين وعيدنا عيد المحبة والسلام. تقام طقوس المسيحية من إقامة القداس وقراءة الإنجيل باللغة السريانية والتراتيل الدينية المسيحية وإشعال الشموع في يوم يعتبر نهاية أسبوع الآلام لدى المسيحيين، والذي يبدأ بذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس وينتهي بصعوده إلى السماء. طبعا مع بداية السنة التاسعة للحرب نحن ما زلنا عم نعيش أجواء العيد، وما زلنا في ازدياد لأجواء العيد، وفي إقبال أكثر وفي تعايش أكثر، ولحتى دائما نثبت لكل العالم بأنه نحن ما زلنا نقدر نعيد وما زلنا نقدر نعمل كل شيء نحن بدنا إياه بالرغم من أي شيء صار معنا. ويعتبر عيد القيامة هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة 40 يوما، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة التقصية 40 يوما حتى عيد العنصرة.
خبرنا الأخير من الفضاء، إذ قالت وسائل إعلام حكومية إن وكالة الفضاء الوطنية الصينية قالت إنها ستعلن قريبا قواعد لتنظيم تصنيع الصواريخ التجارية واختبار الرحلات الجوية وإطلاقها. وذكرت صحيفة تشاينا سبيس نيوز نقلا عن عرض تقديمي في مؤتمر صناعي في مقاطعة هونان أن قانون الفضاء قد أدرج في الخطة التشريعية للبرلمان ويمكن تقديمه في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة حلب اليوم. لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة صفحاتنا على فيسبوك ويوتيوب وتويتر، وأيضا يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني حلب توداي تي في دوت نت. لقاءات جدد في نشرات أخرى، إلى اللقاء.